مشاهدين مساء الخير واهلا بيكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده اول مره نتجمع انا وروني بعد رمضان والعيد. كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه. وحشتيني وحشتي الدنيا والله العظيم. انتي وحشتيني جدا فعلا. ووشي وميزو ماما شفتهم هم بيوحشوني برضه. هم معانا بيوحشوني برضه. اخباركم ايه يا شباب؟ زي الفل. النهارده عايزه اقول لكم ان النهارده عندنا موضوع لطيف جدا على فكره هناخد رايكم برضه فيه. كلنا اتفرجنا في رمضان على مسلسل اعلى سعر صح؟ بتاع نيلي كريم وزينه. انا سمعت عليه بس يعني ما شفتش ال احنا مش ملاحقين نشوف كله الحقيقه يعني. بس سمعت اللي هو كان عامل شغل جامد جدا على فكره برضه في هذا المساء. كان في موضوع قريب برضه منه حكايه الزوجه والست قبل يعني الراجل بيتجوز مين وبعدين بعد كده يرجع يتجوز مين يرجع يحب عليها مين ويتجوز مين. أيوة. فاحنا عندنا نيلي كريم وكان الراجل ده والله الراجل ده عايز كانت مجسده شخصيه جميله وزينه كانت مجسده شخصيه ليلى. امتى الراجل بيحب جميله وامتى فجاه بيحب ليلى؟ جميله اللي وقفت جنبه طول عمره من وهو ولا حاجه لغايه ما كبر، وليلى اللي جت قشت وضيعته كالعاده يعني. انتوا عارفين ده بيحصل كالعاده يعني. ف امتى الراجل بيحب دي وامتى الراجل بيحب دي وايه اللي بيحصل له عشان يفقد التوازن؟ هل ده سن معين ولا هل ده ايه؟ مش عارفه. انت جبتي بقى يا رانيا. تعالي رد يا رانيا. رد يا رانيا. في عصفوره. مفيش عصافير هنا ولا ايه؟ جاسم نفسي. انا رايي هقوله لما تبقى موجوده دكتوره براءه جاسم جايه، فانا هقوله قدامها. ده على اساس ان انا مش هعرف اكل اثنين يعني مره واحده؟ لا هقولكم انتوا الاثنين ومعاكم وشي وميزو كمان. بصي يا موهي، يعني هو الراجل بطبعه بيحب التعدديه يعني. ها يعني هو اصلا شخص تعددي. فانت ليه بتعمليه على ان هو ست؟ هو راجل على فكره. طب ماشي، يبقى ما احبوش بقى طالما انا عارف ان هو هيحب عليا. بالظبط كده. ما يتغني ويتعدى اللي هيحب عليا. هو ده الكلام. هو ده الكلام. كده كده معايا كده. ما فيش. لا ما تحبيهوش، حبي نفسك الاول وبعدين حبي اولادك وبعدين نبقى نشوف بقى موضوع الراجل ده. المهم يعني احنا النهارده عندنا فقرات كمان جميله قوي عن الشعر والبشره في الصيف وازاي نهتم بيهم. وهتكون معانا فقره بصي احنا كلنا نبص على نبص فيها على شعرنا وازاي نعمل فيه ايه. لكن والتواصل على فكره معانا على الشاشه، الارقام بتاعتنا ممكن تكلمونا. احنا هنبتدي فقره المطبخ ونشوف ميزو وقوشي عاملين لنا ايه، وبعدين اروح بقى للفقره اللي بعدها عشان ما هتجهز يعني. البسي بقى انت بوكساتك وحركاتك. انا جاهزه من البوكسات على طول يعني. جايب بالكلابز كلابزات. بصي النهارده المطبخ نفس الواي اللي احنا بنشتغل فيه، ان الفرخه نستفيد بيها باكبر استفاده ممكنه. هي اللي احنا شغالين عليه. اوكي. الناس طلبت طريقه الشاورما والناس طلبت طريقه جديده لوراك الفراخ. تمام. فاحنا وقالوا لنا ان هم بيعملوا الشاورما في البيت وما بتطلعش زي بتاعه بره. هو دايما عايزين الحاجه بطعم الشارع بمنتهى الامانه. يعني حتى لما بنعمل الطعميه في البيت ما بتطلعش زي الشارع. نعمل الفول في البيت مش زي الشارع. ده رزق. رزق ربنا بقى. هو يعني لو هتعمل كل حاجه زي الشارع اللي في الشارع دول هياكلوا منين؟ بس احنا هناخد طرق السوا بتاعتها، طرق السوا اللي هو بيعملها في الشارع، ونبتدي نعملها معانا هنا في البيت. تبقى الطريقه بسيطه وسهله. اوكي. وتبقى هي يعني بنسبه 99.9 هي ال بتاعت الشارع. اوكي تمام. وقوشي النهارده بقى ايه هيعمل لنا وراك طريقه حشوه جديده. طريقه لطيفه جدا كده وسريعه. مين اللي هيعمل الشاورما؟ انا هعمل الشاورما. طب يعني اهتم بالشاورما عشان مها يعني ها هتعمل الرجاله كلها شاورما. يلا اتفضل ورينا الشاورما. فنقول شاورما الفراخ النهارده معانا صدور فراخ مخليه، والتتبيله بتاعتها هتبقى كركم وبابريكا وكزبره ناعمه وعصير ليمون وميه بصل وملح وفلفل. اوكي. تمام. والشاورما بقى لما احنا دي المرحله الاولى من التتبيل، وبعد كده هندخلها الفرن وهقول لك ليه هندخلها الفرن. وبعد كده نعمل الشاورما نفسها. يبقى في بقدونس اخضر وبصل شرايح وخل وطماطم وملح وفلفل، وممكن مثلا معاها طبق رز او حاجه. اوكي. وانا معايا عندنا حاجه كده في طبق اضافي قالوا لنا يعني ان احنا عندنا بطاطس محمره ورز. اوكي. هنطلع الوراك مع فرايز ونطلع الشاورما مع رز بحيث تبقى واخده الوي بتاع الفته شويه. انا معايا وراك مخليه ومعايا بقى شويه اعشاب كده، روزماري على ريحان على شويه بهارات خفيفه كده وزعتر وعصير ليمون وخل بس كده. وهنعملها رول هوريكم دلوقتي ازاي. اوكي. وهنشتغل على طول. يلا بينا. يلا بينا.
طيب انا هبدا بالعكس عشان بس الوقت. يعني انا كده كده سالق الوراك، فانا هوريكم هنعمل فيها ايه، وبعد كده هوريكم الرال بتاعها هيبقى عامل ازاي. أوكي. عشان بس تطلع معانا على طول. هنبتدي من الاخر. انت سالق الفراخ؟ بص انا عاملها رول. انت هترول بعد ما تسلق؟ لا انا عاملها رول. هو اوريدي يعني هنا بقى كده رولها خلاص. رولها رولها. هي لونها عامل كده ليه؟ عشان هو عاملها بالبلاستيك والاعشاب والحاجات. انا عاملها بستريتش رول وستريتش. ونبدا نجيبك يا رانيا. اكيد حاسه كده. لا دي حاجه من يعني عارفه. لا انا قلت له رانيا هتعلق. تيستي قوي. رانيا هتحب ده وانا ليه اعشاب اكيد. اصلا ما بحبش الوراك والله. لا دي بتاعت الصدور. ايه بقى يا والنبي اللحمه المفتله دي؟ مفتله كده بتدخل في السنين. بيضة ولطيفه. يبقى مش بتاكلي موز. ما فيهاش شك في اي جلد ولا اي حاجه. بتاكلي موز ولا لحمه حمراء؟ لا ما هو ساعات الموزه بتبقى حمراء. انا بنقل عارفه الفص على بعضه ده كده. اللي ما بينهما ده ماليش فيه. اي حاجه داخل فيها سنتوفه دهن او جلد لا يمكن. بص احنا هناخد ميه البصل اهي تمام، احط عليها عصير ليمون اهو. واحط بقى ابتدي احط البهارات بتاعتي. ادي الكركم. ده كركم؟ يدي لون جميل معانا. وادي الكزبره الناعمه اهي. وهسيب الفراخ دي في التتبيله. وادي البابريكا. البابريكا دي بقى بتدي طعم فظيع ولون وريحه كل حاجه. بصي احنا معانا مسترد هستخدمها في حاجه، بس انا ممكن اخد منها معلقه مش هتضر. اوكي تمام. بص دي طاسة سخنة. احط فيها حتة زبدة. اوكي. واحط فصين توم. يا وشي. دي بتاعي بقى. طب ايه واحدة من غير ما تحمرها؟ لا ده هنحط في الفرن مش هنحط. هتاكليها مسكورة يا روني مش هيبقى لها طعم. لازم برضه شوية كركم خفيف. الملح شوية بابريكا. ايه ده؟ كل ده في اللي انت بتحمر فيه؟ معلقة صلصة صغيرة قوي. ايه ده جديدة دي جدا. لا دي جديدة بالنسبة لي. عشان اللون. انا كنت فاكرة عارف اللون دي في اي تحمير حاجة لها خاصة بالفراخ كنت بعمل ليمون مع مع معلقة صلصة وادهن بيها الفراخ واحمرها. بس عمري ما حطيت في الطاسة نفسها. انت عملتي الطاسة الدمياطي تحط فيها معلقة صلصة. طاسة دي عصير ليمون. والله حاجة صغيرة قوي كده. يعني انت حطيت زبدة وبعدين زبدة وشوية كركم شوية بابريكا. لا حطيت بصل ولا توم؟ لا مش حطيت بصل ولا ما حطيتش حاجة خالص؟ توم. حطيت توم. توم توم وبابريكا وكركم ومعلقة صلصة صغيرة. بس كده. أنا مش عايز عشان تديهم لون كمان وتيست غير الطعم. ولما هطلع بره النار هديهم شوية زعتر تاني. أنا كده كده هوريك أنا حاشي بإيه. يعني أنت دلوقتي حطيت شوية زعتر وشوية روزماري. زعتر وروزماري. بس لما يطلعوا هتحط تاني. اوكي هديهم التقليبه بقى عشان تعمل ايه لما تيجي تاكل كده تشم ريحه الفريشنس بتاعتها. دي ايطاليان ايطاليان دي حاجه ريحانو ريحانو هتعجبك. ريحانو ريحانو. بصي احنا عملنا اهي التتبيله بتاعتنا. هحط فيها الفراخ وهسيبها ساعه. ميه بصل وليمون وكركم وحطينا بابريكا ومعلقه مستردة بالظبط وملح ولا مفيش ملح؟ ما حطيت ملح وفلفل. اوكي تمام. وهسيبها ساعه. هتشرب الصدر ده ياخد ساعه. ماشي هتشرب. وعلى فكره ده هيعمل سيرفيس كبير. يعني الصدر ده يعمل سيرفيس كبير والله بجد. لان هو لسه فيه بصل هينزل. هو صدرين يعني بالظبط صدرين. اوكي تمام. هي فرخه يعني دي صدرين فرخه. تمام. وهسيبهم في التتبيله بتاعتها. وهاجي اجيب صينيه بتاعت فرن اهي. وليه حق الاختيار يا سيب البصله كامله تاخد الشوى بتاع الفراخ. ودي الطريقه الجديده اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنعمل فيها بقدر الامكان الطريقه بتاعت المحلات. تمام اهو ادي البصل اهو. ممكن اقطعها كده شرايح. وادي الطماطم لان دول هرجع استخدمهم مره تانية وانا على الطاسه. اوكي وانت هتحط الصدور يعني فوقيهم كده تتشوي. نايمه صاحيه كده بحجمها ولا هتقطعها صغير؟ لا بنفس زي ما هي. بصي عارفه الفكره بتاعت العمود بتاع الشاورما هو بيبقى راسس الحاجه فوق بعض بس الشوايه قصاده راسيه. ايوه احنا هنحطها في الفرن. هناخد نفس المعادله بتاعت ان انا اشويها قصاد حاجه نار اللي هو
البرويلينج اللي هو الشوار. بس لما تيجي تقطعها بقى هوريلك بقى نقطعها ازاي. هتوريني تقطعها. اوكي. انت هتدهن الفراخ، هتدهنها بالصوص اللي انا كنت رابطها بدباره، فلازم نشيل الدباره قبل ما نخش بقى الفرن والكلام ده. اوكي. ويستحسن لو انا شغال يعني مثلا انا هربط، فلازم اوحد يعني انا مثلا هشتغل مثلا 10 اوراق، فاحط في كل ورك 3 دبارات عشان انا لما اجي اعد ما بقدرش ايه يعني ادور بقى اشوف فين. لا انا عارف اللي فيه واحده هنا واحده في النص واحده في الاخر، كلهم 3 مش واحده بقى 4 واحده 5 انسى واحده. صح. لو طلعتها كجست مش هتبقى شيك خالص. طبعا. وهدي الحركات دي بقى كده، مش عايز اقول لك بقى ريحه الثوم مع الروزماري مع الزعتر دي طالعه لغايه هنا على فكره. يعني اتوصب واحده وسيب الثانيه ما تتوصاش بالزبده قوي. لا ليه؟ لا ده حبه زبده صغيره. بصي معانا شويه عارف. زعتر اهم، ممكن اديها بقى ايه حاجه على الوش كده تدي بس فليفر، واقوم مدخلها الفرن. الفرن ادخلها لمده 20 دقيقه. اوكي تمام. يعني مش ما زودش بس عشان انا لسه هدخلها على النار تاني. تمام. اوكي. وبتقول ممكن تحط الطماطم كده هي والبصل او بالزبط. تحطها ممكن على بعضها او احط، وانا هوريك انا حطيتها على بعضها، انا عشان كده عملتها هنا على بعضها. في النسخه المحضره مسبقا احنا محضرين. اوكي. انا عملتهم على بعضها عشان برضو ايه. تمام. انت عارفه في المحلات بيقوم جايب طماطمايه ويقعد يقطعها بالسكينه بتاعته. فخلينا نعيش الاجواء بتاعت ان انت واقفه في الشارع. بس كده خلاص عاملها كويس وتدخلها الفرن. وبقى هعمل ايه تاني؟ بس ده كده مش هطلعها بقى كده لوحدها. بصلتين قورمه كده لازم نعلي التست بقى، ويبقى في نفس الوقت خضار معاها وجبه كامله. طبعا وصل البصل لما بيخش الشوي بيبقى فعلا طعمه يجنن. انا عايزه مره اكل محشي بصل. لازم نعمله. ممكن تعملوا، طب اعملوا لنا فيما لو فينا ورانيا بما انه في محشي البصل ده. جميل محشي ده، انا بموت في محشي البصل ده. بص يا ما. انا اهو احنا دي اللي محضرينها زي ما قلت لك، وادي الطماطم انا سبتها زي ما هي اهي، وادي البصل زي ما هو. انا هاخد ده هقطعه ستريبس، هقطعه او اقطعه شرايح. أوكي. زي ما احنا عايزين. ماشي. انا هاخد مثلا صدر الفرخ اهو اقطعه رفيع خالص. شايفه دي الخط بتاعنا سير الفرخ النسيج ماشي كده. احنا نمشي عكسه طبعا. ماشي ولسه ستيل بينا من جوه. قالت لك نمشي عكسه طبعا. عارفه حاجه بقى، انا بقالي كام سنه بدخل مطبخ اول مره اعرف المعلومه دي بجد. وما تتريقيش عليا. لا اتريق عليك ده انت استاذ، اتريق عليك. تستني عليا شايف الشاورما تصبري انت هتتاكلي زي الشاورما. بص احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل المرحله اللي هو بيمسك فين منها السكينه بيقعد ياخد من العمود بتاعها. أوكي. دي نفس المرحله، احنا بنمشي خطوه بخطوه معاه. اوكي اهو. بس هتعمل ايه عشان اللي جوه الفرخه ده ما يبقاش ابيض كده؟ ده هي كده مستويه. اي نو. لا انا قصدي انه يبقى فيها الجوس بتاعها. ما هو لسه بقى هنخش عليه على الطاسه ده كده. دوقني حته، انا عايزه اشوف اللي هو طعم الشاورما. ولا لا ولا طعمها لا لسه. لسه هنغد يعني دلوقتي انا حمرت الفرخه. اوكي تمام. نالوني. انا الاول مرحله فيها اللي هي طعمها حلو قوي قوي حتى كده من غير اي حاجه طعمها يجنن. ان احنا خدنا الشكل بتاع الشاورما ماشي. أوكي. اللي هو التقطيع اللي بيقطعها من على العمود. تمام. وبعد كده هناخد الطماطم دي هنبتدي بقى مع الطحينه مع الزبده مع البصل الكلام ده كله. انت عشان كده قلت يكفي سيرفيس كبير. فيها زيت زيتون الخلطه دي كلها. زيت زيتون فيها تيست زيت زيتون. انت مش حاسه كده؟ هي فيها الليمون. التتبيله بتاعت الليمون وميه البصل فيها مزازه كده يا مون. فيها مزازه. بس متهيألي مزازه الليمون. يعني الليمون التتبيله بتاعت الليمون اهو. بص انا حطيت الخضار شويه زيت. رانيا بتبصبصي على الهوا. هنديله شويه ملح صغيرين خالص. دنيا ربيع كده النهارده. انت عندك سعاد حسني لوك. دنيا ربيع وجو بديع. سعاد حسني كانت عامله كده برضه من كتر الحر. لميت شعري. لمت مين دي؟ على فكره سعاد حسني اللي معاكم في الاستوديو دي الرساله اللي جت دلوقتي في الكنترول وبتقول كده. ايه؟ لو النبي. ايوه. مين الناس الاميره اللي شافتني كده؟ ده انا لسه عماله بقول انا عامله قصه ميزو.
يعني القصه بتاعتي بقى جبتي قصعه شويه، خلي بالك قصه ميزو بقى في الصيف مش طايقه لا اعمل لا قصه ولا شعر ولا قافه ولا حاجه خالص. بصي ادي الطماطميه اهي. اوكي. خلي بقى كده. واي شكل. مش فارقه. انت دي هتقلبها بقى دي مع مستويه، خلي بالك دي دي واخده السموك بتاع الشاورما. ما هي دخلت الشاوي. بالظبط نفس الطماطميه اللي بتبقى قصاد بتاع الشاورما اللي هو بيسيبها على الجريل قصاده. هي نفس اللي احنا عملناه دلوقتي. وادي البصلايه اهي. والبصلايه نفس الكلام. بالظبط. والبقدونس بقى عليها وبتاع عشان كده هتعمل سيرفيس. بالظبط. ناخد بصلايه نص بصلايه. الواحد ممكن يقول ايه ده السدرين دول ولا يعملوا حاجه. لا 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 بيعملوا طبعا. عشان اللي معاهم كتير. ونقوم واخدين بقى ايه الطاسه. انت دخلتهم خلاص الفرن انا خلاص. اوكي. هم خدي بالك هي يعني هي هتاخد لون بس والخضار يبقى سموكت. هي كده كده يعني اولموست مستويه يعني. هي ورينا بقى عملتها ازاي يا باشا. بصي بقى هنجيب بوله كده حلوه لطيفه شويه زعتر. بلو. شوية روزماري. حبة كركم صغيرين. على حبة بابريكا مش كتير عشان كده كده هي في الصلصة التانية هتبقى معايا. انا خدي بالك معايا ريحان بحب احطه بقى ايه فريش وهي خارجة. هقطها في رومو. ريحته بتبقى انت كده كمان دخلتها الفرن وهتقعد جوه شوية. هتقعد حوالي 10 دقايق لان هي هي مستوية. هتحطهاش كلها يا ميزو. الزيت. احلى حاجه في رانيا بلاش يا جماعه زيت ونطلع بره. واحده ريد فيلفت تلاقيها ماسكه زيت عماله تشربها. لا 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 ريد فيلفت تشرب. لا بس يعني السكر دايت اهم حاجه. ماشي بص انا باخد بنفس البهاريز بتاعتها اهي اللي نزلت. ماشي اهو عشان كده رجعتها ايه وهسيب لك. حاضر يا رانيا. ايوه حبيبتي يا روني انتي بصي انتي قولي اللي انت عايزاه. تاني تكلبازي تشولي تعملي اللي انتي عايزاه. تعملي انتي عايزاه انتي قمر والناس بتحبك كده زي ما انتي. خدي راحتك يا حبيبتي. انا كده خلاص معايا. ايوه طبعا اللي انا عايزاه. وفي كام حد جواه نضيف كده؟ كام حد في الدنيا؟ بس ما بتاخدش وقت خالص. عشان خلاص هي اوريدي مستويه والطماطم مستويه والبصل مستوي. بالظبط. بس احنا ايه بنحاول بقدر الامكان نلف ال الطماطم والبصل مع بعض. ريحتها بص بدات تطلع. طيب انا حطيت زعتر روزماري نص معلقه كركم نص معلقه بابريكا حبه ملح صغيرين شويه فلفل اسود صغيرين. اوكي. وده زيت زيتون او زيت عادي لو ما عنديش. ممكن كده مثلا اسرع. مش كتير برضو. انا عايزه بس ايه لما ينزل النار يطلع الفليفرز بتاعته. انت بتحط خل ها؟ خل. ماشي؟ واقوم مديها معلقه صغيره خالص طحينه. اوه. لا هي عايزه شويه زيت تاني. بس يا دلعوا يا دلعوا يا دلعوا. اهي. وابتدي ايه؟ اقلب. انا عجباني جدا الطريقه دي. انا ما كنتش بعملها كده بس دي اكيد شاورما. ما انا بقول لك بقى احنا بنحاول بقدر الامكان نوصل لاقرب طريقه. كل الناس بتقوم مقطعاها ومحطاها والميه تطلع وما اعرفش يقول لك اصفي الميه منها. دي طريقتك انت يا ميزو. انا قعدت افكر فيها الصراحه كتير. انا مش ما انا عايز اسالك يعني خدت منك تجارب كذا مره. لا قالوا احنا عايزين الشاورما وكذا مره الناس تقول بيحصل فيها كذا الميه بتطلع الميه. طيب. مش عارف ايه الكلام ده كله. خلونا ننزل كده المقادير تاني برده عشان الناس تراجعها عشان ايه نبقى فاكرين دايما عشان ساعات ناس ما بتلحقش تكتب يعني. فبعد اذنكم تنزلوا لنا المقادير تاني بتاعت الشاورما. يا لعبك يا عم ميزو. لا ريحه. صدور فراخ مخليه وللتتبيله بنحط كركم بابريكا كزبره ناعمه عصير ليمون في ميه بصل ملح وفلفل وللشاورما بنحط معاها طماطم بقدونس اخضر وبصل شرايح خل ملح وفلفل. تمام اهو تاخد وش التشميعه بتاعتها. بص يا رانيا الفكره فكره ان انت بتعرفي طرق السوا ازاي. اوكي. الطريقه بتاعت السوا بتاعت الشاورما اللي هي الشواء المباشر. تمام. فهي دي هي دي اللي بتعمل الطعم للفراخ. فانت بتحاولي بقدر الامكان ما تحصريش نفسك انت ازاي الفراخ تطلع على الطاسه والبوتاجاز والكلام ده كله. قربي الفكره ان انت توصلي لحته الشوي. صح. تمام. طب احنا معانا عبير من القاهره. الو يا عبير. عبير الو اهلا يا عبير اتفضلي. مساء الخير. انت منورين.
ربنا يخليك. يعني عايزه اقول لكم ان انتوا ما اعرفش ان في حد بيرجع من العيد امارات كده. ايه ده يا حبيبتي؟ ربنا يبارك لك يا رب. ايوه كده افتحي نفسنا والنبي عبيد احسن الحر مخلينا مش طايقين نفسنا. ربنا يخليكم منورين الدنيا. ربنا يبارك القمر انتوا الاثنين ما شاء الله. تسلمي يا حبيبتي تسلمي. كنت عايزه اسال اوشي هو اصلا لف الرول بتاع الفراخ ده دي حط فيها ايه من جوه؟ ما انا هوريكي حالا اهو. ماشي هتشوفيها حالة. دلوقتي عبير وخلي يعني بالك عشان هو قال ان انا هحب الفراخ دي. بس انا خلاص حطيت معلش انا اسف طيب. خلاص حطيت الخضار بتاعنا اخر حاجه واطلع بس. طيب انا معايا ورك بنشتري يعني ممكن نشتريه مخلي وممكن انا اخليه بيتخلي من العظم وبتبدا بيفضل فيه العصعوصه دي كده. تمام بتاعت الدبوس. مش هنشتريه مخلي ما بيجيش بالعصعوصه. لا قولي له هو قولي له زي الحمام الكذاب كده. بص هنا ما فيش ايه عضمايه. طيب احنا فاضل لنا دقيقتين بس. دقيقتين بعدين فكره. طيب وابدا اشرح الورك كده بس بالراحه ومن هنا اجي بص اشيل الجلده كده واجي اروح ايه غزه كده ايه صغيره عشان يبدا يفتح معايا عشان ياخد اكبر كميه حشو وفي نفس الوقت الفرخه نفسها تاخد التتبيله كويس. اوكي وادي التتبيله بتاعتي ده روزماري هقولها تاني زعتر شويه كركم شويه بابريكا ملح وفلفل وشويه زيت زيتون وابدا ايه اوزعها كلها كده وفي الحته اللي جوه دي ابدا ادخل التتبيله بتاعتي فيها. اوكي جميل بس كده واروح ايه رولن كده. يا اما ممكن اسال سؤال اتفضلي هو احنا ممكن نحط حاجه تانية غير التتبيله دي؟ يعني سيب ممكن نحشيه دار ممكن نحشيه فريك ممكن نحشيه ما انا قصدي كده يعني ممكن خضار مثلا بسله وجزر ومش عارف ايه واحطهم. انا بحط لحمه مفرومه وبعمل لحمة معاها كل اي حاجه. يا مفتريه فراخ باللحمه المفرومه ايه يا مفتريه سجق في ناس بتحشي الفراخ وممكن تعمليها بس. طيب انا هقول حاجه عشان الحق اطلع الطبق بتاعي. اتفضلي. هوقفها كده لو عندي ستريتش هرول على طول ما عنديش ستريتش هجيب دوباره وابدا اربط زي ما قلت ايه ثلاثه علشان ابقى فاكره ان العدد كل بتاعي. ورك فيه ثلاث دوبارات وبنسلقها بتقعد حوالي ربع ساعه وبتطلع تكمل سواها في الفرن. هي خد بالك ما بتاخدش وقت لان هي من الحاجات السريعه يعني. اوكي تمام تمام. انا كده اوريكي بقى الطبق بعد ما يطلع بشكله عامل ازاي. الله ايه الميزو ده؟ حلوه ميزو. ايه ده؟ إيه حلوه ميزو قوي اللي بيعمله ده. بص على الشاشه طالع عامل ازاي. بصي يا رانيا الله شكله حلو بجد والوانه تفتح النفس. ودي انت حطيت بقدونس؟ انت فعلا بتحب الاكل. بقدونس في الاخر. ده أنا فعلا أنا بتحب الاكل. ده انا يعني عيش. وانا 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 بحب الاكل وانا كمان. انا عايزه هات لي الكوستر ده كده اقعد كده ماسكه كده ايه طبق كحك. انتي هرم كده. لا وادوس. بصي ده شكلها اهي خدت اللون بتاعها اهي كده. هبدا الوانك يا وشي. ناخد معلقه